عبرية مفصلة من قناة النيل. أهلا بكم، والبداية بالشأن المحلي مع زميلي عمرو عبد المجيد. إليك شكرا لك يا أمل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. يلقي الرئيس عدلي منصور قريبا كلمة للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 40 بنصر أكتوبر المجيد، وتتناول كلمة الرئيس مستقبل خارطة المستقبل ومتطلبات المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية المشاركة والعمل على مختلف الأصعدة. ويشارك الرئيس منصور المصريين في الاحتفالات التي تنظمها القوات المسلحة بهذه المناسبة. قطعت أسماء عدد من العسكريين في حرب أكتوبر المجيدة بسبب ما قدموه من تضحيات غالية في سبيل الوطن ساعدت في تخليد أسمائهم عبر التاريخ. فمحمد المصري وزميله عبد العاطي كان أحد أهم هؤلاء الجنود الذين برعوا في اصطياد دبابات العدو بشكل أذهل العالم. حرب العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر عام 1973، حرب غيرت المفاهيم الاستراتيجية العسكرية في العالم أجمع بعد أن حطم الجندي المصري أسطورة إسرائيل وحصنها الحصين خط بارليف، الخط الدفاعي الذي لا يقهر. تلك الأسطورة التي حطمتها صيحة الله أكبر انطلقت من حناجر 100,000 جندي مصري بقلوب مفعمة بالإيمان، صيحة جبارة لم يفهمها جنود العدو إلا بعد أن شاهدوا الحق أمام أعينهم وعرفوا أنهم هالكون لا محالة أمام تلك القوة الإيمانية الجبارة. في هذا اليوم سطرت بطولات لم يشهد لها التاريخ الحديث في ذاك الزمان لها مثيلا، فآن لنا أن نخرج بطولات أولئك الرجال الأفذاذ لكي نبني جيلا يعتز بوطنه ويرى في من سبقوه قدوة في القوة والعزة والإيمان. ورغم مرور 40 عاما على حرب أكتوبر المجيدة فإن هناك أسرارا ومعجزات وبطولات قام بها رجال القوات المسلحة البواسل ولم يكشف عنها النقاب حتى الآن، وستظل هذه الأسرار والحكايات مجرد كلمات في صفحات هذه الحرب المجيدة. فشجاعة المقاتل المصري وجسارته كانت هي سلاحه الأول في عبور الحصون والموانع وهدم الخطط التي أقامها العدو. وعندما نتحدث عن بسالة الجندي المصري لابد أن نذكر محمد المصري، هو بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة وصاحب رقم قياسي عالمي في عدد الدبابات التي دمرها، إذ بلغ مجموع ما دمره 27 دبابة، متفوقا بذلك على زميله الأشهر عبد العاطي الذي دمر 23 دبابة فقط. وهو أيضا الذي دمر بصاروخه دبابة العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري قائد لواء الدبابات الإسرائيلي الشهير. أما إبراهيم الرفاعي فهو قائد سلاح العمليات الخاصة في حرب أكتوبر وقائد المجموعة 39 الشهيرة بأداء العمليات الانتحارية، قام بتنفيذ 72 عملية انتحارية خلف خطوط العدو ما بين حرب 67 والاستنزاف 73، وخلال تلك الفترة قام بتدمير معبر الجيش الإسرائيلي. المصري وعبد العاطي والرفاعي هم أسماء في لوحة شرف كبيرة تضم أبطال حرب أكتوبر 73، هم رجال صدقوا الله فصدقهم الله، فكانت لبطولاتهم الفردية كامل الأثر في تغيير مسارات الحرب بأنفسهم وأرواحهم، وسطروا سطرا مضيئا في تاريخ هذا الشعب العظيم الذي آمن بحقه في استرداد الأرض والكرامة. هذا وقد أعلن عدد من القوى السياسية والأحزاب عن دعوات لعموم الشعب المصري للنزول إلى ميادين مصر المختلفة في ذكرى السادس من أكتوبر القادم، وذلك للاحتفال بانتصار الجيش المصري في ذلك اليوم العظيم.
كما دعت حركة تمرد المصريين للنزول احتفالا بانتصارة أكتوبر أمام قصر الاتحادية وميدان التحرير وفي كافة ميادين مصر. وأعلنت الجبهة الوسطية والتي تضم عددا من قيادات تنظيم الجهاد السابقة مشاركتها الشعب المصري والجيش في احتفالات أكتوبر. وعلى جانب آخر، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية والشريعة الذي يضم مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وأنصاره في بيان صدر بالأمس للتظاهر المستمر بداية من اليوم الجمعة. والدعوات تأتي ضمن فعاليات أطلق عليها اسم القاهرة عاصمة الثورة، وتتضمن التظاهر في ميدان التحرير يوم الأحد القادم في ذكرى انتصارات 6 أكتوبر على أن تكون نقاط انطلاق المظاهرات جميع المساجد الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة. وقد علق المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على هذه الدعوات بأن الدولة لن تسمح بأن يتحول الاحتفال بنصر أكتوبر إلى شأن هدام. عقدت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قمة مصرية بحرينية بين الرئيس عدلي منصور والملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البحرين لتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. كما استقبل منصور الممثلة الأعلى لشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون لبحث العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة تطورات المشهد السياسي الراهن ومراحل تنفيذ خارطة الطريق. في إطار العلاقات المصرية العربية المشتركة، استقبل الرئيس المستشار عدلي منصور ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، حيث تباحث سبل الشراكة بين مصر والبحرين وتدعيم التعاون بين البلدين ومنظومة العمل العربي المشترك وكيفية تطويرها. عبر جلالة الملك عن شكره وتقديره للمواقف المشرفة لمصر وشعبها الشقيق إلى جانب البحرين قيادة وشعبا، مؤكدا أن استقرار مصر هو استقرار للجميع. كما التقى الرئيس بمفوضة الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، وبحسب تصريحات السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الرئاسة، أن مبعوثة الاتحاد أكدت للرئيس على دعم الاتحاد للشعب المصري وخارطة الطريق، وكذلك استمرار مساعدات الاتحاد لمصر منددة بالأعمال الإرهابية وكافة أشكال العنف التي وقعت، كما تعهدت بنقل صورة صحيحة عن المسار السياسي في مصر لوزراء خارجية الاتحاد. أعربت عما لمسته من أوضاع إيجابية في مصر، مؤكدة على أنها تولي اهتماما كبيرا بتلقي مصر الدعم الاقتصادي المناسب في هذه المرحلة، وموضحة استمرار المساعدات الأوروبية، وأنها سوف تبذل مساعيها لدى المؤسسات المالية الأوروبية ولا سيما بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإعمار والتنمية الأوروبي. قد أوضح أيضا السفير إيهاب بدوي أن الاحتفالات بنصر أكتوبر ستكون على المستويين الرسمي والشعبي، مشددا أن أي محاولات لإفساد احتفالية الشعب بهذه المناسبة ستواجه بكل حزم وقوة. ولعلكم تابعتم تأكيدات الصادرة عن وزارة الدفاع وعن وزارة الداخلية في تأمين هذه الاحتفالات، لا نتوقع أن يتحول الاحتفال بهذا النصر العظيم
ده شأن ولن يسمح لأن يتحول بشأن إلى شأن هدام في المجتمع المصري. وقد كشف بدوي عن اقتراب قيام الرئيس بجولة لبعض الدول العربية التي ساندت مصر في محنتها وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. تنامي واضح في العلاقات المصرية العربية وتأكيدات من الأشقاء على استمرار الدعم لمصر حكومة وشعبا، وتراجع من الاتحاد الأوروبي واعترافا بالثورة المصرية وحق الشعب المصري في تقرير مصيره واختيار ممثليه دون أي ضغوط خارجية. من مقر رئاسة الجمهورية، محمد سليمان، النيل. كانت أشتون قد التقت وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ودكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث سبل دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما التقت أشتون مع وفد من قيادات حركة السادس من إبريل ومن بينهم أحمد ماهر وأحمد عبد الله في إطار سلسلة مكثفة من اللقاءات التي عقدتها بالقاهرة منذ وصولها. وفي ختام زيارتها للقاهرة، أكدت أشتون خلال مؤتمر صحفي أنها لم تأتي لمصر للوساطة أو التدخل، وأن الاتحاد الأوروبي يحترم إرادة الشعب المصري. أضافت أشتون أن الاتحاد الأوروبي شريك قوي يعمل مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني بهدف دعم العملية الديمقراطية وتحسين الأوضاع الاقتصادية. نحن لا نتوسط في أي محادثات، وينبغي إيجاد طريقة للتحرك قدما لتمكين المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية بشكل كامل. أعتقد أيضا أنها عملية سوف تستغرق المزيد من الوقت، لكن من المهم أن يشعر الجميع أن بإمكانهم المشاركة في مستقبل الحياة السياسية. ولازلنا مع تطورات الشأن المحلي، حيث أعلن السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس المستشار عدلي محمود منصور سيقوم بأول جولة خارجية له يوم الاثنين القادم وتبدأ من المملكة العربية السعودية. وأضاف بدوي أن الجولة قد تشمل دولا أخرى وستريها جولات أخرى في المستقبل القريب. ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم ناقلة آليات عسكرية بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوية إلى شهيدين ومصابين إحداهما إصابته خطيرة. جاء ذلك بعد وفاة مجند ثاني بالمستشفى متأثرا بإصابته، فيما لا زال مجند ثالث في حالة خطرة، بينما أصيب ضابط بإصابة طفيفة بشظايا ناتجة عن الهجوم. كان الكيلو 107 بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي قد شهد هجوم مجهولين استقلوا سيارة ملاكي بدون لوحات على ناقلة عسكرية تقل دبابة ولاذوا المهاجمين بالفرار بعد إطلاق نيران عليهم. وفي سيناء لقي ثلاثة عناصر إرهابية مسلحة مصرعهم أمس في انفجار عبوة ناسفة وسيارة بكل من حي الشيخ زويل العريش بشمال سيناء. وفي غضون ذلك تمكنت حملات أمنية مكثفة بشمال سيناء من ضبط نحو 109 أشخاص من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة. في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدخل مدينة العريش والأحياء المحيطة بها لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين والإرهابيين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام. نظمت نقابة الإعلاميين وتنسيقية ماسبيرو مؤتمرا صحفيا بمقر نقابة الصحفيين حول دستور واستقلال الإعلام. وخلال المؤتمر تم تكريم عدد من الإعلاميين الذين قدموا تغطيات خاصة وعرضوا حياتهم للخطر في أثناء التغطية للأحداث الأخيرة. الدستور واستقلال الإعلام تحت هذا العنوان نظمت نقابة الإعلاميين وتنسيقية ماسبيرو مؤتمرا صحفيا والذي عقد في نقابة الصحفيين لتكريم الإعلاميين الذين قدموا أعمالا متميزة خلال الأحداث الماضية. من خلال هذا المؤتمر احنا بنكرم إعلاميين نجحوا بالفعل في تغطية الأحداث الأخيرة رغم مخاطرها ورغم ان حياتهم كانت تكون معرضة للخطر بشكل عام. وهؤلاء الإعلاميين سبعة منهم قناة النيل الأخبار اللي نجحت في بث صورة بتاعة المسلح فوق كوبري 15 مايو، وكانت يعني الحقيقة لها فضل السبب في إذاعة هذه أو بث هذه اللقطة، وكل قنوات العالم نقلت عنها.
كشعب وكإعلاميين وصحفيين نحرص على أن نكون في هذه المرحلة في أعلى درجات الأداء والعطاء لهذا الوطن. وعشان كده احنا النهاردة بنكرم الزملاء الإعلاميين والصحفيين اللي يعني قاموا بدورهم يعني بطريقة محترمة جدا.